ويانا الشيف حسن أو حسين منير الصبرة من مطعم درج الياسمين. يا مرحبا. أهلين فيك. الله يسعدك ويبارك فيك. هلا ومرحب فيك، نورتنا. يعني الشيف المكان يعني واضح الترتيب والجمال، وثامر سالم. ثامر شكله يعاني. لا بالفعل يا مروان، شكلي أنا اللي يعت. بالفعل يا مروان، يعني تنوع الطعام يعجبني، يعني ما شاء الله أشوف من شيء، من كل شيء شيء واحد، من كل شيء. بالفعل هذا لسه في شغلات ما بسعد كمان. شو طيب على طاري الشغلات، شو عندك اليوم من شغلات أو من أكلات لذيذة؟ إحنا مطعم درج الياسمين. نعم. في عنا شركة إيفنت للبوفيهات الخارجية والإيفنتات، وقبل كم يوم كنا بتكريم المرأة بدبي، إحنا اللي عملنا لهم الإيفنت هناك. شغل السواريهات، شغل الحفلات، شغل الكوكتيلات، الضيافات. أحس الخفيفة الحين والمودرن كلنا للصغيري. الحين نسوي هذه البوفيهات لأنها أحس أجمل أيضا. صح؟ أكيد. يعني الواحد ما بي يعني خلص قطعة هي و صح. يعني حتى الساندويش، الميني ساندويش، المناقيش، اللبنة، الزعتر، يعني شغلات كتير قليلة. شو أكثر، يعني خلينا نقول أكثر خلينا نقول الفعاليات أو الحفلات اللي يتقدموا لها هذه الأعراس، حفلات الخطوبة، في ناس حفلات تخرج، في ناس بكون عنده إيفنت خارجي، بكون في اجتماعات شركات عندهم ميتينج، عندهم اجتماعات، نطلع لهم هاي الشغلات. نعم. وشو الأشهر، يعني أشهر أكلة عندكم في هلا كل درج الياسمين؟ كله مشهور. كله بالفعل كله مشهور، لأن ريحة ريحة يا مروة. طبعا السؤال في هناك شيء أحس أنه هناك هوي. اللي فيه لون وردي وأبيض، هذا شو؟ هذا فواكه أظني. إيه فواكه، بس شو الأبيض؟ جبنة. أوكي، وايد حلوة الفكرة. جبنة وبطيخ، إن تحطونها بهذه الطريقة أيضا للتحلية. طيب خبرنا أكثر عن الأطباق اللي موجودة هني، السندويتشات اللي مسوينها. أوكي. البايتس هذيل عبارة عن شو بالضبط؟ هلا نبلش من هون، نبلش هيك ونجي هيك. عندك هون البرجر، تشيكن برجر. نعم. حبيت إن لونه أسود، نقدر ناخذها؟ أنا أجيب لك إياها. بالكاميرا واضحة الحين نشوفها. جربها إذا تبى سالم. ليش سالم؟ أحس لأنها لونها أسود، فإنه يعني كيف الطعم؟ لا جميع المنكهات تكون صحية موافقة عليها من بلدية. أوكي. يعني أكيد ريحة يعني دياي وجبن وخس. أيوة. أوكي يعني واللي هني؟ لا أنا عودي، أنا دش لك إياه. خلاص قلت لي. لا ما بالفعل لذيذ يا مروة، حتى يعني طعم الخبز هو خبز نفسه، بس اللون بس ملونات ومنكهات. طيب عندنا الحلويات السواريهات، عندك الشوكليت كيك، عندك التشيز كيك، عندك اللوتوس، عندك التشيز كيك هنا، عندك الخبز البريد الصغير اللي يحطونه الحين بالفلافل الصغيره. صغيره عندنا تشكيل كبير من الحلويات. عندك هون الحلو العربي. صح. عندك الهريسه اللي عندك المعجنات الصغيره السواريهات هون. في عندك فلافل، وفي عندك شاورما. أوكي. نشوف السلطات طبعا. عندك هون التبوله. تبوله حلو طريقه التقديم. احس عندك هاي كنوا سلطات. ايه كنوا سلطات. يعني خلص ما عم يضروا يعبي بصحن لكن بتصون بده اياه. عندنا هون تونه، عندنا هون اجبان مشكله، عندنا هذا برجر لحم. نعم. وفي عندنا هون المناقيش، عندنا الفلافل، عندنا المسخن. مسخن كثير طيب. كيف المسخن وين؟ اوكي مسوينا برولات. أيوة. رولز. احس الموضه الاخيره كل الناس توجهوا في المسخن لهذا الموضوع لانه اخف ولذيذ، بس احس المسخن الاصلي لذيذ، بس هذا يعني الحلة. هذا بس هيك يعني يلوم. بس هلا الحشوه نفس الحشوه المسخن الاصلي. اوكي بس هي الخبزه والطريقه يعني. نعم. شيف منير، يعني لو بنسالك عن هذا التوجه، يعني توجه خلينا نقول الناس الى الميني فود والاشياء اللي تتقدم بسرعه وخفيفه واكلها سريع، يعني شو سبب هذا التوجه؟ سبب هذا اول شيء بتخف هدر كويست. نعم. هذا بياخذ شغل اكثر من انت تعمل بوفيه عادي نظامي. نعم. نعم. بخف هدر، بخف ويست للزبون، يعني خلص الشخص لما بده ياكل بيقول لك انا جاي على ادوق هاي، ما بيضطر ياخذ شغله كبيره، بدوق يعني باخذ شغلات على قده خفيفه، وبنفس الوقت ما بتكون هدر وشيء راقي يعني. نعم. شيء كلاس شوي. طيب شيف حسين، في بعض الاحيان ممكن ان نحن يوم نكون على عندنا عزايم مثلا او استقبالات او غيره او احتفالات، الكميات الكبيره نعرف نحدد لكم شخص، ولكن احس انا كشخص يوم اشوف البايتس هذيل اضيع ان لكم شخص ممكن يكفون. طاوله مثل اللي موجوده الحين امامنا تكفي لكم شخص؟ حسب الاشخاص تقريبا يعني
مينيموم 15 15 شخص مينيموم. لان احس وايد صعب ان بايتس انت ما تعرف كل واحد شو بياكل. ايوه هل هذا الاكل بيكفي هل هذا بيكفي ولا لا؟ مينيموم 15 شخص لانه انت يعني انت رايحه مثلا على ميتينج او على شيء بدك تاكل شيء سريع ما راح تعبي عندك 20 30 صنف ما راح تعبي من كل صنف واحده. ف معدل بكفي شيء زي هيك معدل 15 شخص ل 20 شخص حسب جميل. الاشخاص او حسب المناسبه. حلو. المناسبه بتلعب دور كبير. الشيف حسين يعني على حسب الطلب انت خلينا نقول الكلاينت او الزبون يتصل فيك يقول لك انا عندي هذا العدد بالضبط ابغي لهم مثلا ميني فود او خلينا نقول اكل بسيط يكفي لي عدد من الاشخاص. هلا يمكن ورائي موجود البوفيه الكبير اللي احنا بنحطه. نعم اللي هو اللي بكون 6 ل 100 شخص او 70 شخص او 80 شخص. بتكون 6 اكبر من هاد. وفي ناس بيختار ميني كورس مع الشغلات هاي يعني ممكن يختار ورق عنب ساخن ممكن يختار خروف ممكن يختار اوزي ميني كورس غير المقبلات هاي بيعتبروها مقبلات او شغلات سوري هاد. نعم. يعني من الممكن ان نحن نسوي الاشياء الكبيره مثلا منسف او غيره ولا برياني بنفس الطريقه التقديم هذه الصغار. هلا المنسب والخروف شغلتها لا هم بيختاروا ميني كورس بيختاروا سفنديجات جنب أوكي. الاكل هذا زياده. وفي ناس بتختار بتقول لك مثلا انا بدي اوزي صرار صغيره بدي فريكه صرار في شغلات هاي كلها بتتساوى ميني يعني أوكي. حسب الاشخاص حسب كل شيء بتساوى ما في شيء صعب على فكره يعني. طيب الطبق. يعني الشيف حسين انتم مختصين في اكله معينه عندكم في المطعم مثلا خلينا نقول مثلا مسخن ولا البرجرز ولا السويتات شو احنا عندنا المنيو كثير كبير. نعم. وكل طبق له له شيء يعني عندكم اكل يعني شرقيه وعالميه يعني بيشتغل شيف ما يخبرك اسرار لا الطبق. في عندك الستيك روزماري اللي عندنا احنا نعم. بنزل ساخن قدامك بكون بغليه على حديده الستيك روزماري كثير طيب. في عندك الفاهيتا الشرحات الكوردون بلو في عندنا كثير شغلات كثير مميز يعني كل زبون بيحب شغله معينه صح. وبالنسبة لنا احنا اكثر شيء متميزين فيه البوفيهات تبعتنا تبعت الويك اند واللي هي الجمعة والسبت والاحد بكون عندنا مثلا مقادم وفوارغ وشغلات زي هيك يوم الاحد الويك اند الويك اند طبعا هناك في طبق اللي موجود عند سالم هذا ما تكلمنا عنه. اوكي هذا عندك الكبة المقلية وعندك شرمس اوكي اللي هي الروبيان اوكي حاطينه ويا الدبك على طول ايه جميل. وعندك الكبة المقلية حس والله صدق أسهل بوايد هذا الموضوع للاحتفالات حتى بالتصوير من ناحية أكيد التصوير أكيد هو أرتب حس بالضيافة وأيضا التصوير يعني كتير أصلا أنت بتوفر على حالك وقت ما يعني أنت ما بتنحرجي لما مثلا تعبي أو حدا ياخد خصوصا إذا كان في ناس اجتماعات ميتنج إيفنتات شغلات كبيرة مو مضطر يمسك صحن وخلص إنه يعبي فيه لقمتين خلص باقي الأصناف طب ما يعبيها الستاندات من عندكم صح لان احس مني. هذا الموضوع عند البنات صعب ان وين بتحطي كل هذه الاغراض فالستاندات وكل شيء من عندكم تطبقونها في كل المكان الاحتفال موجود. اصلا في زينه لسه ما توسع الطاوله في زينه كنت زين فيها الطاوله بس ما زبطت يعني هذا الشيء يريحكم اكثر انتم البنات صح نحن علينا بس ناكل فعلا طبعا الحين انا لو بقول لك بجرب شيء من هذا خلينا نقول الحلويات الشرقيه شو تنصحني اجرب انا والله بحب البربل مبرومة؟ لا مش مبرومة كولاج أصابع كولاج أوكي. أوكي شو تتكون داخل الجوز هاي محشية محشية بوستو وهذه يعني مغلفة في شو الخبز أوكي خبز خاص في هذا خبز الكولاج نفسه هو نفس اللي نفس الرول مال المسخن ولا لا, لا, لا مختلف لا لا, لا, لا هذا للحلو هذا للسويت بسمونه الشابه عجينتنا الشابه كيف عجينة الوربات تكون 17 طبقة معمولة بنشا وبتنفرد ورقة انتو يعني تسوونها بعد لأن أحس في الفريزرات المثلجة في السوبر ماركت أسهل موجودة جاهزة صح يعني موجودة. ممكن تلاقي عجينة بقلاوة موجود بالسوبر ماركت أو شيء موجودة اللي بده يسوي كمية صغيرة للبنات إيه للبيت للبيت مستحيل تعرف تزبط تفتحنا الشابة صح مش نفسك يعني بدها ما شاء عضلات. الله يبالها وقت وعضل بدها وقت وعضل وحزم وعزم يعني انت أوكي. لازم تسوينها في البيت يا مروان ان شاء الله بنجربها ليش لا انا حبيت الطبق هذا هذه اللوتس كثير طيبه هذا لوتس ايه اوكي خبرنا عن الطبقات اللي موجوده هني يعني هني لوتس وهني اوريو اوكي حاطين ايه؟ الاوريو البسكت تحت ايه؟ وفوق الكريمه الاوريو اوكي يعني هذه الكريمه مصنوعه من الاوريو نفسها هذا شيف حسن الكريم هذه مصنوعه من مخلوطه مع نفس الاوريو
مغلوطة من نفس الأوريو. سؤال، هذه كيف تسوونها؟ لحظة نقدر ناخذها تشوفوا هذه الحركة؟ أحس حاولت أتعلمها على يوتيوب بس وايد صعب، أعطينا السر. أني واحدة هذه هذه الشبكة. هلا أنت من أنت بتعمل الدوائر؟ أوكي خلينا شوي. كيف علمنا؟ أشوف، شوفوا الكاميرا. أنا لازم أتعلم ويا الكاميرا. هاي. لحظة. خلنا نحطيها على هذه الكاميرا وراوينا على هذه الكاميرا. أوكي. هلا إحنا عملناها دوائر وهذه بتكون من مبلولة بشوية مي. بس. شفتوا الطريقة؟ أوكي. بس من لها هيك أو من هون. بس بوحدة أرفع من هاي. أوكي. فبتطلع معك اللي بدك إياه. تطلع خطوط. يعني هاي. أوكي. كيف طلعت؟ يعني بنكشت الأسنان التثبيت الصغيرة تزبط معك، بس نقطة مي عليها أو زيت. حبيت تزبط. الفكرة. يعطيك ألف عافية أكيد شيف حسين صبرة من مطعم درج الياسمين على تواجدك اليوم ويانا، نتمنى لك كل التوفيق وتسلم إيدك على الأطباق اللذيذة. الله يسعدك. شكرا لك يا شيف حسين على هذه الأطباق الجميلة، وهذه زينة طبعا، العين تاكل قبل البطن. أكيد.